بعد انتهاء مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، ورغم خسارة البلوز تشيلسي، إلا إن المدرب الألماني مدرب الفريق توماس توخيل خرج بعد انتهاء المباراة مباشرة في تصريحات نارية، وأشاد بأداء النجم المغربي حكيم زياش الذي أدى مباراة جيدة وعظيمة، خاصة وأنه بعيد عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة خلال الفترة الماضية. وإليكم التفاصيل. بعد انتهاء مباراة تشيلسي وساوثهامبتون، تغنى المدرب الألماني توماس توخيل بأداء نجمه المغربي حكيم زياش، حيث أكد توخيل بأن النجم المغربي قدم مباراة عظيمة وساهم في تحسن أداء تشيلسي في الشوط الثاني، لولا سوء الحظ الذي لازم الفريق لكان خرج بالفوز من هذه المباراة. كما أكد أيضا توماس توخيل بأن الساحر المغربي ليس للبيع تماما تماما تماما، وسيكون أهم لاعب في الفريق في الفترة المقبلة، في صدمة قوية جدا 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 لأندية أياكس أمستردام الهولندي وإس ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وتوتنهام الإنجليزي. هؤلاء الأربعة الكبار كانوا يتمنون الحصول على خدمات حكيم زياش، لكن توخيل أكد المغربي لا يمس، المغربي ليس للبيع. وأيضا اختتم توماس توخيل تصريحاته العظيمة حيث أكد للعالم كله: انتظروا إبداع وإمتاع الساحر في المباريات المقبلة.